اختلاف وجهات النظر بسبب فرق السن بين الآباء والأبناء. هذا الفرق ممكن يعمل كتير مشاكل، مو بس اختلاف بوجهات النظر، يمكن يفقدهم الحوار الأساسي اللي ممكن يكون موجود بيناتهم، وبالتالي العلاقة كلها تفشل. لهيك يعتبر الحوار هو من الوسائل اللي ممكن يعتمدها الأهل لتقارب الفجوات، أو خلينا تقارب المسافة العمرية وأيضا المسافة بالتعبير، وممكن يأسس لعلاقة سليمة وصحيحة بين الأهل والأبناء. يعني سلمى، هذا الموضوع كتير فيه خلافات حوله، خلينا نقول كتير من الأهل وكتير من الأبناء بيشتكوا أنه أنا أهلي ما عم يفهموا علي. لما بنقعد على طاولة الحوار بتصير كتير خلافات، وبنقعد لحتى نتناقش بموضوع عائلي أو قصة مع أحد أفراد العيلة، فبيقلوا بهذا النقاش والحوار بطبش الطاولة، وبتصير مشاكل كتيرة طبعا بسبب اختلاف أعمار الأهل والأبناء وبسبب بعد وجهات النظر. فإمتى ممكن يكون هذا الحوار هو وسيلة تقارب، إن كان تقارب عاطفي أو حتى اجتماعي بين أفراد هي العيلة؟ طبعا ما نو بعيد الحوار ممكن يكون عن الحزم والقرارات المهمة يلي بتكون حازمة وصارمة، ولكن بأسلوب مختلف، خلينا نقول عنه ديناميكي، بيقرب وجهات النظر بيننا وبين أهلنا. كيف ممكن اليوم نحن نخلق هذا الحوار الفعال ونتقارب أكثر من أهلنا؟ كل هاي التفاصيل مع الاختصاصية الاجتماعية الدكتورة تغريد مسلم. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير دكتورة. سعد صباحي. خلينا نبلش مع حضرتك. بنعرف أنه الأسرة هي يعني أول شيء ممكن يتعلم منه الطفل أي شيء بحياته، فكيف بقى الحوار، كيف يعبر عن نفسه، كيف العلاقة بين الأب والأم والأولاد؟ فخلينا نبلش بهي العلاقة بشكل عام. صحيح، الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، والأطفال اللي بيجوا ضمن هاي الأسرة هم جيل المستقبل، فعلى الأسرة أن تعي دورها بشكل صحيح. يعني وظيفة الأسرة ليست فقط تأمين الاحتياجات والرعاية، وإنما كذلك التربية. فأنا لحتى أقوم بعملية التربية الطرق اختلفت، يعني أنا ما عاد فيني استخدم أسلوب التلقين أو أسلوب السلطة الأسرية وسلطة الأب الأسرة وسلطة الأسرة سلطة ربي الأسرة. هذا الشيء حاليا ما عاد مقبول، أو الجيل الجديد لا يتناسب معه السلطة الأبوية أو السلطة الأسرية. صار في عنا يعني وسائل جديدة لابد من أنه نستخدمها مع أفراد الأسرة، والحوار هو أحد أهم الأدوات اللي بيستخدمه التي تستخدم بالأسرة حتى تكون هذه الأسرة ناجحة وتقوم بكل أدوارها على أحسن وجه ممكن. لكن الدور أو الحوار اللي بيمارسه أعضاء الأسرة أو خلينا نقول ربي الأسرة، هذا الدور ما بيكون بالتلقين أو بالتوجيه أو بالفرض، وإنما هو ثقافة حياة، ثقافة خلينا نقول أو أسلوب حياة، نمط حياة بده يكون بين أعضاء هالأسرة. يعني الأب والأم لما بيكونوا عم بيتحاوروا مع بعض هذا الشيء بشكل خلينا نقول يعني روتيني رح يتشربوه الأبناء، وكمان هني ينتقل لهم ثقافة الحوار. لكن أنا بدي إجي أعلم ابني الحوار، والحوار غير سائد بين الأب والأم، هذا الحكي أكيد الطفل رح يقارن ورح يصير عنده مشاكل وأزمات. فأنا بدي أبدأ من مو بس من يوم ومن وإنما من صفر يوم بدي أبدأ بعملية الحوار، لأني أنا حدث الجنين وأحكي معه وسمعه الصوت ووصله محبة. طيب طلع هالجنين للحياة، بدي كمان أنا أتواصل. صحيح كل مرحلة إلى طريقتها بالحوار وإلى طريقتها بعملية التواصل، لكن أنا كمان يعني بدي كل مرحلة استخدمها أو خليني أوظف الحوار بالطريق المناسب. وإذا علمت أبنائي من الصغر على الحوار، هيك أنا رح أضمن أنه هن يكون بأمان إلى يعني كل مراحل حياتهم. يعني رح أزرع لهم الثقة بالنفس، رح أزرع فيهم يعني رح أنزع الخوف من عندهم والشك، وخلي عندهم الصراحة والوضوح وعدم الخوف وتحمل المسؤولية وكثير من الأشياء اللي ممكن تكسبوا لها الطفل حتى كمان فيما بعد بمراحله الحياتية المتقدمة، تكسبوا مهارات وتكسبوا قوة كيف هو يعيش بالحياة. طيب دكتورة تغريد، خلينا كمان ندوي على نقطة مهمة.
اليوم ثقافة الحوار وثقافة التقارب بين الأهل، حتى بعد ما بلغوا الأطفال وصاروا بسن المراهقة، هذا السن كتير حساس، حتى لو الأهل معلمين أطفالهم من الصغار على الحوار، ولكن هي فترة كتير حساسة وبيصير فيها كتير مواجهات صعبة. خلينا نقول يعني المراهق بده يثبت رأيه وبده يثبت شخصيته بهذا العمر، والأهل بدهم يلعبوا دورهم بالحزم وكيفية ضبط هي الضوابط إنه تضل موجودة. كيف ممكن هون يخلقوا التوازن بينهم وبين أطفالهم المراهقين بحيث نتائج الحوار ما تكون عكسية؟ صحيح، مرحلة المراهقة هي مرحلة يعني خطيرة، وبدها يعني حسن تصرف، بل بدها يعني تعلم كيفية نحن نتعامل مع الأبناء بهذه المرحلة. لكن إذا أنا زارع ثقافة الحوار من الطفولة، أنا الأضرار أو خلينا نقول المخاطر رح تكون بأخفة، يعني رح أقدر أضبطها وتحكم فيها وحولها لعملية التعلم. صحيح هي مرحلة المراهقة هو بينقاد وراء الآخر، يعني بده يثبت ذاته، بده يحس بالأنا تبعه، بده يبين أنه هو يعني بيعرف، فلذلك هو بيلحق اللي بيسمع له. والحوار إذا إجينا نحن نقول أساس الحوار هو الإنصات، هو أنك تسمعي له، فأنا ليش لحتى خليه يروح للآخر ليسمع له ومن ثم ممكن يوجهه بطرق خاطئة، ممكن يوديه لأماكن يعني غير محسوبة. لا، أنا بخلي المكان الإنصات الآمن يكون هو بالمنزل، وأنا اسمع له أنصت له أتدخل بالوقت المناسب. صحيح أنا ما رح خلي الحياة كلها أنصات وبس خليه هو يحكي، أنا بدي أسمع لحتى أعرف شو عنده، لأعرف شو عم تواجهه من مخاطر، بشو عم يفكر، شو الأضرار اللي ممكن يعني تكون هي محيطة فيه. على الأساس هذا أنا يعني ممكن أتدخل بالمكان المناسب لحتى وجهه بالطريقة المناسبة. توصيل خلينا نقول النصيحة أو خليني أقول التوجيه، توصيله بهذا العمر ما بيكون بمحاضرة ولا بيكون بالفرض، وإنما بيكون من خلال أني أنا أسرد له قصة لأحد آخر يعني أو لحد من عمره مر بهالمشكلة وصار معه هالأضرار وهيك، وأنا بسأله أنه أنت شو رأيك وكيف برأيك أنت لو كنت يعني مكانه ممكن تعمل هيك، شو بتعمل؟ خليني أسمع له. يعني أساس الحوار الأسئلة المفتوحة والأسئلة التوضيحية والإنصات والاحترام لوجهة نظره. كمان أنا ما بدي استهزأ بوجهة نظره مهما كان كانت يعني ممكن تكون خاطئة أو حتى ممكن تكون يعني صغيرة، لا أنا بدي أسمع له لأعرف وين مواطن اللي أنا بدي أتدخل فيها وعززها وقويها عند ابني. طيب دكتورة، حضرتك حكيتي عن أسس الحوار الناجح، ولكن هل الحوار من أي سن أنا لازم بلش فيه؟ إمتى لازم أعطي هذا الأخذ والرد؟ وصار فيني أقول أنه شخصية الطفل تقدر تستوعب هذا الشيء؟ في أوقات أهل بيقولوا لك لا لساته صغير، أنا لازم بس أكون هلأ معه بالإيه ولا مو أكتر من هيك مشان حافظ على هيبتي مثل ما بيقولوا قدام الطفل. من أول أيام الطفل الأولى بدي أنا أبدأ معه بثقافة الحوار. يعني أنا لما الطفل بكي أنا بدي يعني كمان يعني هدول الأيام الأولى لما عم يبكي لبده حاجة بدي أعرف أنا كيف يعني كيف لبي هالحاجة، كيف أتجاوب معه. بتشوفي الطفل الصغير يعني اللي بيبتسم له بيضحك له هو بيضحك له، فهي كمان بلشت لغة الحوار. يعني بتكون بمراحل الأولى بتكون بالإشارات، بعدين تتقل للكلمات ومن ثم التعابير ومن ثم بتنتقل للغة اللفظية وغير اللفظية. فأنا بكل المراحل بدي استخدم ثقافة الحوار. لكن في شيء خاطئ يعني دائما الأهل لما نحن بنقول لهم حاور ابنك، وخاصة الصغار يعني بسن الروضة والسنوات الأولى، فهن بيعتقدوا أنه أنا يعني الإقرار هو هذا الحوار. يعني أول ما بيجي من الروضة أو أول ما بيجي من المدرسة يجوا يستجبوا تعالي احكي شو صار معك، طب هون رح يخاف يخبي. لا، أنا بدي أبدأ أنا بالعائلة نحن نحكي يعني على خلينا نقول المشاكل والقضايا اللي بتخص الأسرة، ونتحاور يتحاور فيها الأب والأم ويسألوا كمان هالطفل كمان يعطي رأيه ونسمع له ونحكي
نحترم رأيه ونوجه رأيه كمان حتى يبدأ هو ينقل لنا شو عم يصير معه خارج أجواء المنزل، لأنه طول ما هو بالمنزل عندك أنت جو آمن، يعني أنت بتابع ابنك، لكن لما طلع خارج المنزل ما بنعرف شو عم يصير معه. إذا ما علمناه أنه هو كيف يحكي ويناقش حتى يعرف وين الغلط وين الصح، شو صار معه بالمدرسة ومع الأصدقاء ووين كان إذا كان عنده. وكمان هون ننتبه من أسلوب التأنيب. صحيح أنا بقول أنه الثواب والعقاب هو كنظرية مناسبة كتير للأطفال، لكن نكون حذرين، يعني نحن يعني بتطبيق صغير بيكون في خطر، يعني بدي يكون حذر كتير ودقيق بعملية اللي خلينا نقول خاصة العقاب وحتى كمان المكافأة، لأنه البعض بيعتبر أنه المكافأة يلا أنا بكافئه على أي شيء بيصير بيتعلم أنه هو ما يعمل شيء إلا بالمكافأة. فإذا أنا من السنوات الأولى بدي أنا أبدأ أعلمه على الحوار حتى أتحاور أنا وياه، يعني الطفل بيقلد بسنوات الأولى بيقلد يعني شو عم يشوف أمامه، فعم يشوف الأب والأم عم يتحاوروا هو رح يكمل يعني هو رح يكون. أما إذا كان يعني الأب خارج المنزل طول الوقت والصراخ والعصبية موجودة بين التشاؤل والمشاحنات بين جو الأسرة، هون أنا بدي أقول كيف بدي أعلم ثقافة الحوار. هون رح يبدأ هو يشرب كل شيء عم يشوفه أمامه ويكبط ويخزن بعقله الباطن، وهذا الأشياء كلها بعد سنة 18 بتبلش بقى عندي كل ما خزنه بلش ينعكس باضطرابات سلوكية واضطرابات نفسية عند هذا الشاب اللي هو صار بهذا العمر. دكتورة قبل ما نختم خلينا ما كتير يعني بكل الأوقات الأهل بيكونوا على صواب ورأيهم هو الصح، طبعا بغالب الأوقات، ولكن ببعض الأوقات بيكون في للأبناء وجهات نظر مختلفة وبدهم هذا الشيء أو هذا الخيار أو هذا الاختصاص بأي مجال من مجالات حياتهم، إن كان اختيار الشريك بالحياة أو حتى اشياء يعني عادية او صغيرة. هون كيف ممكن يعني تتقارب وجهات النظر اذا الاب او الاهل ضلوا على فكرتهم وعلى رأيهم والابن عنده رأي تاني مختلف، كيف هون ممكن الحوار انه يغير رأيين او يضل يصيروا رأيين مختلفين رأي واحد؟ تقارب وجهات النظر أنا لأخلقها حسب كل فئة عمرية، حسب الفئة العمرية اللي هو موجود، يعني عند الأطفال شيء وعند المراهق شيء وعند اللي دخل بمرحلة الجامعة وحتى كمان ما بعد الجامعة، كل مرحلة إلى طريقتها اللي أنا بدي أبدأ يعني قارب وجهات النظر. لكن أول شيء أنا بدي أسمع له، يعني أنا بدي أسمع الأحتين من رأيه. ونحن بنعرف هلأ الأجيال الجديدة ما أنا مثل الأجيال التقليدية، يعني الطفل صار عنده هو مصدر للمعلومات، المراهق مصدر للمعلومات. يعني اليوم أنا الصبح عم بسمع خبر أنه طفل 13 عام عم يخترع بيتكوين ويحقق يعني مرابح كبيرة بعملية احتيال، هذا طفل. يعني إذا صار هو عنده مصدر للمعلومات واسع من خلال العالم الافتراضي والإنترنت اللي أصبح هو بين إيدي. شو نقول للأهل هلأ بهي الحالة؟ بهيك حالي أنا بدي أسمع له، بدي أحترم وجهة نظره، بالعكس أنا بدي أتعلم من الطفل، قل له علمني، يعني أنا أورجيني شو عم تتعلم وعلمني أنت، هيك رح يبدأ يقدم لك شو عنده ورح تعرفي شو هو عم يتابع وكيف عم يتعامل. هون تدخلي بقى للنقاط اللي هي بتكون غير صحيحة لتوجهي أنه هاد صحيح وهاد غير صحيح وهاد يعني بيكون مناسب لإلك أو بيكون غير مناسب. صحيح، معلومات مهمة جدا اليوم من حضرتك دكتورة تغريد، شكرا لوجودك ولكل شيء قدمتي لنا. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة تغريد ولكل شيء قدمتي لنا. شكرا لكم، وبتمنى السعادة لكل الأسر وأن تكون كلها على وفاق ومحبة واحترام لكل الأفراد من بعضنا البعض.